مجموعة من الناس خرجوا على بعد تقريبا 20 كيلو أو 30 كيلو من المدينة وحضرت عليهم صلاة الجمعة، فهل يجوز لهم أن يقيموا الجمعة؟ لا يجوز إقامة الجمعة خارج البلد، سواء خرج الإنسان في سفر أو في نزهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، حتى في يوم عرفة الذي هو أكبر مجمع للناس لم يقم فيها عليه الصلاة والسلام الجمعة. فإن كان أحد جمع جمعة في مثل هذا فأبلغه بارك الله فيك أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، إن كان مسافرا يعيدها ركعتين، وإن كان غير مسافر يعيدها أربعا، ولو كان مثلا من سنتين أو أكثر. والله سنتين أو أكثر الدين ما يسقط بطول المدة. ساكن. نعم.